طيب نستكمل الآن عملية الأوردر باي. نحن توقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت. أول حاجة حشغل برنامج الـ SQL Server. لو أجيت أنا من هنا قائمة ابدأ ورحت على الـ SQL Server Management Studio، حكينا المرة اللي فاتت كيف نشغل البرنامج هذا. طبعا هنا بيعطيني شاشة ترحيبية، بطلب مني شو بدك تشغل انت، شو الداتابيز. طبعا احنا هنا دائما بتكون هي الوضع الافتراضي داتابيز انجن، يعني محرك قواعد البيانات هو هذا اللي بدنا اياه. وبعدين بدنا نختار السيرفر من هنا، يعني وين السيرفر، مين اللي نازل عليه. ممكن لو كانش هذا موجود عندكم في الجهاز اللي شغالين عليه، ممكن نعمل براوز هنا، نختار نروح على الداتابيز انجن. هي معطيني اياها. لو في عندك اكثر من خيار ممكن يعطيك السيرفر الاول، السيرفر الثاني، الثالث، الرابع. نعمل له اوكي. طبعا هنا بدي افوت بطريقه ايش، الاوزنتيكيشن او التحقق من شخصيه المستخدم، اللي هي من خلال الويندوز اوزنتيكيشن. هاي كونكت. الان انا بدي افتح نيو كوير جديده، شاشه هنا عشان اكتب فيها جمل الاستعلام اللي بدي اشتغل عليها. ايش الداتابيز اللي موجودين عندي، خلينا اشوف. هنا على سبيل المثال هاي النورث ويند، هنا هاي التيبلز هذول موجودين عندي. خليني بس احذف هذا، ما بيلزمنيش. طيب احنا وصلنا لعند الاوردر باي. حكينا الاوردر باي هي بتستعمل لترتيب الصفوف، يعني على سبيل المثال. طبعا هذه الاوردر باي بنستعملها مع الاعمده اذا كانت رقميه او نصيه. مثلا على سبيل المثال لو انا اجيت حكيت له سيلكت، اختار لي كل الاعمده فروم مين، فروم برودكت. طبعا اول حاجه قبل ما اكتب انا جمله الاستعلام بدنا نلاحظ، طبعا لاحظوا لما اجي اكتب برودكت ما كملهاش معي، مش موجوده برودكت. شو بستنتج؟ بستنتج انه الداتا بيز اللي انا بشتغل عليها مش صح، لانه هي موجود انا عندي برودكت. لكن هنا اطلعوا يا جماعه، هنا ايش كاتب لي؟ ماستر. يبقى احنا مش مستعملين الداتا بيز الصح. ممكن اجي اغيرها من خلال مين؟ بس باجي هنا بختار ايش؟ النورث ويند. احنا بنشتغل على قاعده بيانات اللي هي هذه عباره عن مثال نورث ويند. الان لاحظوا لو جيت كتبت سلكت نجمه فروم برودكت، هي جاب لي اياها. لاحظوا كيف؟ هي جاب لي اياها، كمل لي اياها. الان لو عرضت انا جميع البيانات مثلا بالطريقه هذه، هاي كل البيانات. الان هل العمود هذا مرتب يا جماعه؟ مرتب ابجديا؟ لا مش مرتب. كيف بنرتبه؟ بيجي بيقول لي اخر فقره بنضيف حاجه بنسميها ايش؟ اوردر باي. حسب مين بدك ترتب؟ بدي اقول بدي ارتب حسب برودكت نيم. هي برودكت نيم، هي كمل معايا يا جماعه، شايفين كيف؟ طيب بدك ترتب تصاعدي ولا تنازلي؟ احنا في عندنا طريقتين للترتيب، في عندنا السندنج تصاعديا وفي عندنا descending اللي هي تنازليا. طيب الان لاحظوا السندنج كتبت له بالطريقه هذه. لاحظ العمود هذا الان كيف بده يتغير يا صبايا، كان بادي بحرف السي، سي اي سي جي يو ان. الان لا، تعالوا نشوف كيف الترتيب الابجدي بده يصير عنده. هنا لو علمت على الاس كيو ال بدي انفذه، انا قلت له اكزكيوت. لاحظوا الاسماء المنتجات ترتبت ابجديا، جاب لي حرف الاي في الاول، بعدين جاب لي حرف البي، بعدين حرف السي، كلهم مع بعض. لاحظوا كيف؟ بعدين بدا يعد لي في الاخر شو جاب لي؟ جاب لي حرف الزد. طب لو انا بدي اعكس الترتيب، ما بدي اياهم تصاعديا، بدي اياهم تنازليا، بقول لي اكتب ديسك اللي هي ديسندنج، اختصار لديسندنج. تعال نعلم عليها كمان مره. بنشوف، لاحظ بدا من الزد، الدبليو، الفي، اليو، بدا بالعكس بالطريقه هذه. بدأ بالعكس بالطريقة هذه، واضح يا جماعة؟ طيب هذه كانت عملية الأوردر باي. الآن بقول لي هذا احنا رتبنا من خلال عمود اللي هو ايش؟ نصي. طب هل يجوز انه ارتب من خلال عمود ارقام مثلا؟ بقول لي ممكن نيجي نرتب، بدل ما نرتب حسب البرودكت مثلا نيم، ممكن نرتب حسب مين؟ اليونت برايس، حسب السعر. يعني انا ممكن اجيب ابدأ من اقل سعر حتى الاكبر، اللي هو ايش هذا؟ تصاعديا. الان لاحظوا كيف التصاعديا، بقول لي ممكن تكتب اسندنج هيها او بدون اسندنج لحاله. هو الوضع الافتراضي للاوردر باي لو انت ما حددتوش ايش بيعتبره؟ تصاعديا. طب تعال نتاكد من ذلك. هي علمت على الجمله هذه، هي هنا بنفذ الجمله، شو بيعطيني هنا؟ لاحظ الاسعار بدات من الصغير
2.5 شيكل مثلا، 4.5، 6.18، 7.14. بنروح تحت بنلاقي ايش؟ اعلى سعر عندنا 268.77. طب لو انا هذا بدي اياه يترتب تنازليا، كيف نرتبه تنازليا بالعكس يعني؟ هيو نفس الشيء، نيجي بنكتب هنا الديسك، نكتب هنا ايش؟ ديسك. يبقى هذه نفسها هي لو كتبت ايش؟ ascending. طيب بدي اكتب انها تساوي مين؟ تساوي الاسندنج. الان لو جيت نفذت هذه الجمله كمان مره هي اكسكيوت، هنلاحظ الاسعار اختلفت الان، بدا من مين؟ من اعلى سعر، بعدين الاقل، بعدين الاقل، بعدين الاقل. طيب في حاجه ثانيه كمان، انا ممكن ارتب من خلال عمودين. كيف يعني من خلال عمودين؟ بدي ارتب من خلال الكاتيجوري اي دي مع مين؟ مع اليونت برايس. هل يجوز ذلك؟ طبعا رتب حسب عمودين، 3، 4، 10 اللي بدك اياه. الان لو جيت انا قلت له رتب لي حسب مين؟ حسب الكاتيجوري يعني تصنيف الصنف، هي كاتيجوري اي دي فاصله، ايش بدي اقول له هنا؟ اليونت برايس. طيب في الحاله هذه كيف برتب هو؟ تعالوا نشوف الناتج. الان هل انا كتبت هنا ascending او descending؟ ما كتبتش، شو بعتبرها؟ بعتبرها ascending. طب هنا انا ما كتبتش، بعتبرها برضه ascending. لو احنا ما كتبناش بعتبرها ascending. نيجي ننفذ الجمله هذه، لاحظوا معي هنا هي العمود اللي انا رتبت من خلاله، هذا هو، هذا مع هذا العمود الكاتيجوري اي دي، هي حسب الجمله اللي هي موجوده عندي هان، هي الكاتيجوري اي دي في الاول بعدين اليونت برايس. الان شو بيعمل هو؟ بيجي بتطلع رتب الكاتيجوري اي دي، ايش لقاهم؟ لقاهم متساويين، واحد 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 واحد. بيجي بيقول لي في الاول انا بمسك برتب حسب العمود هذا، ما بتطلع في اليونت برايس. اذا كان الكاتيجوري اي دي متساويين، ساعتها انا بلجا ايش؟ بلجا للعمود الثاني برتب من خلاله. يعني هو في الاول كانه هذا مش موجود، كانه هذا مش موجود، برتب حسب مين؟ الكاتيجوري اي دي. طب لقاهم متساويين، بيقول لي في الحاله هذه انا بلجا لمين؟ للعمود الثاني اللي انت بتقول لي رتب من خلاله تصاعدي. بنيجي هنا تطلعوا كل هذول تصنيفهم مثلا على سبيل المثال مشروبات، هيهم واحد 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 الكاتيجوري تبعهم. لكن تعال في اليونت برايس شو قلنا له؟ رتب تصاعديا، طلعوا 18.36 متساويين، هدول طلعوا اول ثلاثه متساويين، خلص بعرض اي واحد فيهم. بعدين بيجي السعر الاعلى اللي هو 19.38، بعدين 46، بعدين 8. بعدين بيجي للفئه الثانيه، طلعوا الاثنين نفس الشيء، ببدا اثنين ببدا تصاعديا 10 13 15 17 وهكذا. طب لو انا بدي اغير مثلا رتب حسب الكاتيجوري اي دي، ولكن المره هذه بدي اجي احكي له اليونت برايس، لا بدي اياها ديسندنج، بدي اياها ديسندنج، هل يجوز ذلك؟ يعني رتب العمود الاول تصاعديا، رتب الثاني تنازليا، الثالث تصاعديا، الرابع تنازليا، زي ما بدك. الان لو جينا عملنا سيلكت في الحاله هذه، لاحظوا اختلف الناتج شويه عندي. هاي كل الواحد اللي موجودين عندي هنا ايش اعطاني؟ طلع من وين بدا؟ بدا من اعلى سعر موجود عندي، ليش؟ لانه انا قلت له اذا تساوى الكاتيجوري اي دي رتب حسب الكاتيجوري اي دي، اذا تساوى روح تطلع مين في العمود الثاني؟ طلعوا اليونت برايس، بدا من الكبير 268 46 19 18 18 18 اللي شفناهم قبل شويه، هذول بيبدا تنازليا. واضحه هذه يا جماعه؟ هذه كانت عمليه الترتيب، بتهمنا كثير. بيجي بقول لك مثلا التقرير رتب لي ابجديا حسب الاسم، رتب لي مثلا التقرير تصاعديا او تنازليا حسب معدل الطلبه في القسم، كثير بيطلبوها هذه الاوردر باي. هذه شفناها كيف نرتب حسب عمودين. طيب بدنا نيجي لحاجه بنسميها الديستنكت. الديستنكت هذه كلمه محجوزه او داله، شو بتعمل هذه؟ بتمنع التكرار. ليش بتمنع التكرار؟ طيب تعالوا نشوف هنا. في عندنا جدول. في عندنا جدول اسمه الامبليز، خلينا نشوف ايش فيه الامبليز هذا. هاي سيلكت، هاي نجمه، هاي فروم، هاي الامبليز. لو اجيت نفذت هذا الامر او هذا الكوماند او جمله الاستعلام هذه، لاحظوا هنا ايش موجود عندي؟ موجود عندي المدينه اللي هم ساكنين فيها، في حاجه بنسميها السيتي. في حاجة بنسميها السيتي، هيها السيتي هذه. طيب أنا بدي إياك تعرض لي كل المدن اللي ساكنين فيها الموظفين تبعينا. ممكن المدير عمال بفكر
يعمل باصات تتحرك من كل مدينة عشان توصل الموظفين مجانا مثلا، وطلب من المبرمج تبع قواعد البيانات أعطيني تقرير في كل الموظفين، كل المدن اللي ساكنين فيها الموظفين. الآن شو بنيجي بنعمل إحنا؟ نيجي بنقول له select السيتي بس لحالها مثلا على سبيل المثال عشان نطلع كل المدن، صح؟ هاي السيتي، باجي بنفذ الجملة هذه، هاي execute. شو أعطاني هنا؟ قال لي في عندك سيتل، في عندك لندن لندن لندن. طب هل يجوز انه هي كمان لندن كمان، طب هل يجوز انه اكرر في التقرير اسماء المدن زي هيك؟ بقول لي لا، المفروض انك تعطيني اياها انت ايش؟ بدون تكرار، بدون تكرار. طب كيف نطلعها بدون تكرار؟ بقول لي بتيجي ورا كلمه السلكت، مكان الديستنكت هذه ورا السلكت على طول، ايش بنكتب؟ ديستنكت بالطريقه هاي. الان خلينا ننفذ الجمله هذه كمان مره. اكزكيوت، لاحظوا هي كل المدن، قبل شويه كان معطيني عدد اكبر، الان هل بتلاحظوا لندن متكرره؟ هل سيتل هذه متكرره؟ لا، فيش حدا بتكرر، خلص صار يعرض اياهم. يبقى كل الموظفين الشركه عندنا وين ساكنين كلهم؟ كلهم ساكنين في خمس مدن بس، موجودين عندي في خمس مدن. طيب ايضا في عندي حقل ثاني، في عندي الكونتري. طيب لو انا كمان بدي اجيب البيانات حسب ممنوع اكررها حسب عمودين، كيف بشتغل هنا؟ ممكن اجي هنا انا اقول له جيب لي السيتي والكونتري، يعني موجودين في اي دوله هم هذول الموظفين. الان لاحظوا الديستنكت دائما بتيجي اول كلمه بعد السلكت، يعني ممنوع اكتب ديستنكت هنا. لا يجوز اكتب ديستنكت هنا، هذا غلط، هذا خطا. واضح يا جماعه؟ الديستنكت مكانها ورا السلكت قبل كل الاعمده هذول. الان في الحاله هذه شو بيسوي هو؟ بقول لي انا بمنع التكرار على مستوى العمودين هذول، بمنع التكرار على مستوى مين؟ العمودين هذول. تعالوا نشوف، هيو الان لاحظوا بيجيب لي لندن يو كي، مستحيل هذول القيمتين، لكن ممكن الاقي لندن يو اس اي، هذا صحيح، ممكن الاقي لندن يو اس اي، ما في مشكله. لحد الان واضح يا جماعه؟ في أي سؤال؟ طيب انا عمال بس بجيب مثال ثاني، بدي احاول ما فيش اسماء متكررة هنا. طيب لاحظوا هنا مثلا على سبيل المثال لو انا جبت الكاتيجوري اي دي، هاي الكاتيجوري اي دي اللي هو تصنيف هذا الصنف مع اليونت برايس، مع اليونت برايس. الان هاي اليونت برايس خلينا ننفذهم هذول نشوف الامر هذا. لاحظوا يا جماعه انا في عندي، خليني اعمل اوردر باي كمان هو حسب مين؟ حسب الكاتيجوري اي دي. بدياكم تلاحظوا كيف التكرار موجود على مستوى الحقلين. الان هذا ايش موجود عندي هنا؟ كاتيجوري اي دي قديش؟ 18 مع مين اليونت برايس؟ 18 36.
الآن في كمان واحد هيو، خليني أرتب كمان حسب اليونت برايس عشان يجوا مرتبين كلهم تحت بعض. الآن لاحظوا هدول هيهم، في عندي مجموعة من السجلات زي بعض، شايفينهم؟ واحد 18-36، واحد 18-36، واحد 18-36، واحد 18-36. الآن أنا بدي أقول له أعطيني إياهم بدون تكرار، العمودين هدول يعني هدول كأنه إيش؟ كأنه بدهم يصيروا قيمة واحدة مدمجة مع بعض. يعني القيمة واحد مع القيمة 18.36 ممنوع تتكرر، شو بنروح نسوي هنا؟ بقول لي في الحالة هذه بنروح بنكتب إيش هنا؟ disconnect. disconnect إيش معناته؟ الحقلين أو القيمتين هدول مع بعض الكاتيجوري أي دي مع اليونت برايس ممنوع يتكرروا. يعني إحنا شفنا هنا قبل شوية كم مرة تكرروا هدول؟ حوالي 1 2 3 4 مرات. طب تعالوا ننفذ الامر هذا كمان مره ونشوف. طبعا لاحظوا في المره الاولى قبل الديستنكت قديش عدد السجلات هي هنا موجود 77. تعال لما حطينا الديستنكت الان تعالوا نشوف قديش عدد السجلات. اول حاجه قديش صار 73، يبقى في اربع سجلات اختفى. الان تعالوا نشوف هي ال 18.36 وين الثانيين اختفوا؟ ليش؟ لانه قلت له انا امنع لي التكرار على مستوى الحقلين هذول مع بعض، امنع لي التكرار على مستوى الحقلين هذول مع بعض. واضحه هذه يا جماعه الاوردر باي؟ واضحه هذه كيف اشتغلناها الاوردر باي، الاوردر باي والديستنكت؟ طيب نيجي للتوب. التوب على سبيل المثال لو انا بدي اجيب اعلى اسعار موجوده عندي، طلع السؤال كيف حيجي او التقرير بقول لك استعلم عن جميع بيانات المنتجات بحيث انه تعرض لي فقط اعلى ثلاث اغلى منتجات عندنا، بدنا اغلى ثلاث منتجات عندنا، كيف نجيبها هذه؟ طبعا بنعمل سيلكت نجمه فروم اللي هو برودكتس، اعطيني البيانات من جدول المنتجات، وبنيجي هنا بنعمل اوردر باي بسيطه، بنعمل اوردر باي، شو بنعمل؟ رتب لي اياهم حسب اليونت برايس، صح؟ رتب لي اياهم حسب ايش؟ وش بدنا اياهم؟ descending، بدنا اياهم descending اللي هو مين؟ من الاغلى الى الارخص. تعالوا ننفذ. طيب هي اول ثلاثه غاليين، طب انا كيف بدي اقول اعطيني بس اول ثلاثه؟ كيف بدي اقول اعطيني اول ثلاثه؟ تيجي هنا ورا السلكت مباشره ايش بنكتب؟ بنكتب توب بين قوسين ايش؟ ثلاثه. تعالوا ننفذ هذا الامر، ايش راح يعطيني؟ لاحظوا اعطاني فقط اول ثلاث سجلات، اعطاني فقط اول ثلاث سجلات. طيب لو انا طلبت منه قلت له اعطيني ارخص ثلاث منتجات عندنا الاستعلام، استعلم عن جميع البيانات بحيث يكون ارخص ثلاث منتجات، شو بدنا نسوي هنا؟ نفس الجمله هذه هي هي، ولكن شو بدنا نسوي؟ مين يقول لي؟ في حدا بيعرف؟ بنحط سالب. سالب لايش؟ للثلاثه. لا في حدا عنده جواب ثاني؟ السندنج بدل السندنج. ممتاز. الآن بدنا نعكس هذه يا جماعة، بدل descending اعكس لي اياها ascending بس. الآن بدون التوب هذول، ها يعني في الأول لاحظوا كيف بنجربها بدون التوب. الآن هي عملت استعلام، شو جاب؟ هي بدي واحد اثنين ثلاثة، بدي هذول بس. الآن بنرجع كلمة التوب هذه اللي موجودة عندنا بين قوسين ايش؟ يعني استعرض لي أول ثلاثة فقط، أول ثلاث منتجات أرخصهم، هي جاب لي أول ثلاثة فقط. طب بدي أول خمسة، ممكن أقول له هنا خمسة فقط وبنفذهم. واضحة هذه؟ هذه كثير بنستعمل احنا. طبعا لازم التوب مع مين؟ مع الاوردر باي. طبعا هنا ممكن اجي اقول لك اعطيني تقرير اعلى 10 معدلات، العشره الاوائل مثلا، وهكذا بالطريقه هذه. طيب لو انا بعمل برنامج في اسئله واجوبه، كيف يعني اسئله واجوبه؟ زي برنامج مسابقات. طيب انا بدي اجيب البيانات مرتبه عشوائيا، كيف يعني؟ الان في عندنا هنا حاجه بنسميها النيو اي دي. لو اجيت انا قلت سلكت، احنا الشركه تبعتنا مثلا على سبيل المثال عامله برنامج مسابقات في رمضان، وبدها تدي جوائز لثلاث موظفين، لثلاث موظفين مثلا او موظف واحد تدي له جائز هيك عشوائيا. كيف نعمل الشغله هذه؟ كيف نجيب البيانات عشوائيا؟ لو اجيت انا عملت سيلكت نجمه فروم امبلويز بالطريقه هذه، كل مره لما تنفذوا جمله الاستعلام هذه
الريتيرن هيرجع هو هو، طلعوا كيف؟ هو هو. طبعا هنا في الحاله هذه حنستعمل طب. ليش؟ هو طلب مني ثلاثة او اثنين او خمسة، بده خمس موظفين. طلعوا كيف يا جماعه؟ كل مره نفذوهم مين هم؟ هاي نانسي واندرو وجاني. لاحظوا كيف؟ هاي رقمهم 1 و2 و3 الموظفين هذول. نفذ كمان مره برضه هم هم، نفذ كمان مره. طب هيك حيضلوا هم طول عمرهم هم الفائزين؟ بقول لي لا، في عندنا حاجه جديده ايش بنسميها؟ اوردر باي نيو اي دي، يعني جيب لي المسجلات مرتبه عشوائيا. اوردر باي بنقول له نيو اي دي، هذه اسم داله يا جماعه، اسم داله. طلعوا حتى كيف اسم الداله بين، اختلف لونها شويه. الان تعالوا تطلعوا يا جماعه، في كل مره بنفذ جمله الاستعلام هذه حيعطيني 3 موظفين مختلفين. هاي اول مره نفذناهم، مين اعطاني؟ 3 و8 و7. قبل شوي كان يعطيني بس 1 و2، اعطاني جانيت ولورا وروبرت مثلا على سبيل المثال. خلينا ننفذها كمان مره، اعطاني 1 و2 و3، صدفت هذه. تعال ننفذها كمان مره، اعطاني 3 و2 و4، نفذ كمان مره. لاحظوا في كل مره بيعطيني ايش؟ عدد موظفين مختلف عن الثاني تماما. يبقى في الحاله هذه، هذه بتلزمني لو انا بدي اجيب شغله عشوائيه، يعني اي سجل قابلك وجهك هات لي اياه. ماشي يا جماعه؟ جيب لي اياه بشكل عشوائي. وفي كل مره بنفذ هذه الجمله حتختلف ايش؟ السجلات اللي بدها ترجع. واضح يا جماعه؟ هذه كانت ايش؟ اللي هي النيو اي دي. طيب نيجي نشوف جمله الشرط هذه. جمله الشرط هذه لايش بستعملها انا؟ على سبيل المثال لو انا بدي اجي اقول لك اعمل لي تصنيف للاسعار المنتجات. كيف يعني تعمل لي تصنيف لاسعار المنتجات؟ الان سعر المنتج اللي اكبر من 200 بدنا نقول عنه انه سعره غالي جدا، هاي اكسبنسيف. ماشي يا جماعه؟ سعر المنتج اللي اكبر من 200 شيكل بدنا نقول عنه انه هذا غالي. طيب اللي من 100 الى 200 شو بده يصير فيه؟ بدنا نقول انه هذا طبيعي، نورمال، بنسميه نورمال مثلا، طبيعي، سعره طبيعي. غير ذلك يعني اللي تحت ال 100 بدنا نقول انه هذا سعره منخفض، اللي هو لو. هل في مجال نكتب اف ستيتمنت احنا في السلكت؟ لا، بقول لك فيش عندنا حاجه اسمها اف ستيتمنت، ولكن في عندنا حاجه اسمها كيس. في عندنا حاجه اسمها كيس، ايش بنكتب كيس؟ حط الشرط الاول ذن برجع الناتج الاول، الشرط الثاني برجع الناتج الثاني، إلس غير ذلك، هذه شبيهه في الاف. ولكن دائما احنا ايش بنقول؟ انه الكيس عباره عن حاله خاصه من مين؟ من الـ من الاف. هذا في اللغات الثانيه. طب تعالوا نشوف كيف بنفذها، هنا موجوده عندي. الان لو اجينا، خلينا اكتب هنا كيس، هاي سيلكت، هاي نجمه، او خليني اجيب سعر المنتج. اوكي، متبقي 10 دقائق، اذا فصلت المحاضره بنزل بعطيكم كمان رابط، تروح على المودل في كمان رابط. طيب الان انا بدي اجيب ايش؟ هاي سيلكت، خليني اشوف البيانات كلها في الاول، فروم برودكتس، يعني انا مش حافظ البيانات. طلع شو بعمل؟ بروح كاتب سيلكت نجمه فروم برودكت، بشوف البيانات، هاي البيانات شفتها. انا ايش بدي اعرض هنا صبايا؟ بدي اعرض اول حاجه برودكت نيم، يعني اسمه، اسم المنتج عشان اعرفه، فاصله اليونت برايس اللي هو سعره مثلا. بكفيني لعند هنا. الان بدنا نيجي نعمل الكيس. الكيس كيف بقول اكتبها؟ نكتب كلمه كيس بالطريقه هذه، وبنيجي هنا بنكتب في الاخير ايش؟ بنكتب كلمه اند. ايش بنكتب؟ كلمه اند. طيب شو بدك تعمل هنا في الحاله هذه؟ طب الان بعد كلمه اند ممكن هنا في الكيس، اول حاجه بدي اجي اقول له وين، يعني في حاله مين بدنا نفحص احنا؟ بدنا نفحص اليونت برايس ايش ماله؟ اذا كان اكبر من 200 ذن شو بدك ترجع لي؟ لاحظوا بين سنجل كوتيشن عشان ترجع نص، بدي اقول انه هذا ايش؟ هاي فيري اكسبنسيف، او نكتب فيري اكسبنسيف مثلا على سبيل المثال. هاي فاصله منقوطه، واضح يا جماعه او بدون فاصله منقوطه؟ الان السعر الثاني ايش بنكتب؟ وين، يعني الاحتمال الثاني انه اليونت برايس السعر هذا يكون اكبر من 100، يكون اكبر من 100، ذن في الحاله هذه شو بدنا نرجع؟ بدنا نيجي نقول له انه هذا نورمال، يعني سعره طبيعي. طيب غير ذلك اللي هو إلس، ايش بدنا نرجع له يا جماعه؟ بدي اجي اقول له انا إلس رجع لي ايش؟ انه هذا لو سعره منخفض مثلا. الان العمود هذا بدنا نعطي له اسم، كيف نعطي له اسم يا جماعه؟ الاسم البديل، الاسم الوهمي، ايش هو؟ حدا بيعرف؟
نيجي هان نفس الأعمدة المحوسبة ونفس الاسم البديل، اكتب كلمة as، ايش بدنا نسميه هذا؟ بدنا نسميه product state. product state يعني حالة المنتج. الآن طبعاً ممكن بس أعمل مسافة هان عشان أعرف إنه هدول كلهم بداخل الكيس. هاي الكيس تبعتنا، كيس بحط الشرط الأول when الحالة الأولى، then ايش بدك ترجع، when الحالة الثانية ايش بدك ترجع، else غي يعني إذا ما زبطتش لا الحالة الأولى ولا الحالة الثانية حينفذ مين الحالة الثالثة، end لمين للكيس، وبقول هانا بعطيله اسم للعمود، بعطيله اسم للعمود. خلينا ننفذ هذه ونشوفها. هاي execute. الآن لاحظوا شو قال لي، أنا عملت عمود جديد، لاحظوا هذا سعره 18، هو بيجي بتطلع 18 أكبر من ال 200 لا، طب ال 18 أكبر من ال 100 لا، إيش بروح على الإلس، إيش طبع لي؟ لو. طيب نيجي على مين مثلا؟ على ال 98 لا بدنا واحد أكبر، هذا ال 200 مثلا على سبيل المثال، أو 126 هذا ال 126 بيجي بتطلع 126 أكبر من ال 200 لا، طب ال 126 اكبر من ال 100؟ اه، بقول لي اطبع مين؟ اطبع النورمال، راح طبع لي نورمال. طبعا هنا لاحظوا السلكت عادي، بجيب سلكت مين؟ هاي العمود الاول جاب لي اياه، جاب لي مين؟ هاي اسمه. في عندي العمود الثاني اليونت برايس، هاي جاب لي ايش؟ اليونت برايس. العمود الثالث هذا كله للعمود الثالث يا جماعه، هذا كله بحسب العمود الثالث. لاحظوا شو كتب لي اسمه هنا؟ كتب لي برودكت ستيت. الان لو شلت انا هذه، لو نفذتها بالطريقه هذه ايش اعطاني؟ لا عفوا خليني انفذ هذه بس. لاحظوا انا لما في الاول ما كنتش محدد هنا صح؟ كويس انه عملناها وعملت اكزكيوت يا صبايا. مين يقول لي شو عمل؟ مسك من اول الملف نفذ كل الجمل، نفذ كل الجمل هيهم واحده ورا الثانيه كلهم موجودين هنا تحت بعض. ماشي يا جماعه؟ لكن انا بس بدي انفذ هذه الجمله، قلت له اكزكيوت. لاحظوا اعطاني اياها بدون اسم عمود، بدون اسم عمود. احنا يفضل دائما كل عمود انت بترجعه لازم يكون له اسم، لازم يكون له اسم. هي بالطريقه هذه. واضحة هذه يا جماعة؟ واضحة؟ هذه اللي بنسميها الكيس اكسبريشن. الكيس اكسبريشن. مين مش واضحة عنده يا جماعة؟ هذه شبيهة في الاف ستيتمنت اللي موجودة في لغات البرمجة. ويعتبر هذا كأنه ايش؟ عمود محوسب، يعتبر هذا عمود محوسب زيه زي ايش؟ اللي عملنا عليه عمليات حسابية، عمليات ضرب وجمع وطرح. واضح هذا يا جماعة؟ طيب الملف هذا انا بدي اياه الان، كيف بدي اخزنه؟ بنروح على السيف، وبنروح على مين؟ على سطح المكتب، وهذا بدنا نسميه لسون اندرسكور اللي هو لاب مثلا لاب 3، هذه المحاضرة الثالثة يعني في العمل. واضح لحد الان يا صبايا؟ واضح؟ طيب في عندي النل، كيف بدي افحص النل انا يا جماعة؟ بدي ادور على النل، وين بدي الاقيها؟ الان انا لاحظوا تعالوا عندي هنا في جدول الامبليز، هي بدي ادور على النل. لو اجيت قلت له سيلكت نجمه يعني اختار كل الاعمده فروم امبليز، هي بالطريقه هذه. خليني اشوف كل البيانات اللي موجوده عندي. الان في عندي عمود هنا شو اسمه؟ اسمه ال مثلا، هي هذا. هذا العمود شو اسمه؟ اسمه ريبورت 2. ايش يعني ريبورت 2؟ يعني مين مدير الموظف؟ لاحظوا كيف؟ يعني الموظف رقم واحد هذا مين مديره؟ تعالوا نطلع في ريبورت 2 مين مديره؟ رقم 2. مين الموظف رقم 2؟ هيه اللي هو اسمه ايش؟ اندرو. الان تعالوا تطلعوا على المدير هذا مين مديره؟ فيش حدا، يبقى هذا ايش هذا معناته؟ هذا هو مدير الشركه. طيب انا بدي اقول لك اعطيني بيانات مدير الشركه، وانا مش عارف لا اسمه ولا رقمه ولا عارف اي حاجه عنه، شو بدي اعمل الان؟ مين يقول لي يا صبايا؟ في حدا بيعرف؟ نبحث عن المنقل على العمود الفارغ. طيب كيف بدي ابحث عنه؟ اقول له يساوي نل، اقول له يساوي فراغ، ايش اقول له؟ عرفت وير اين؟ اه اللي هي وير يعني. ايش الشرط بده يكون؟ الان صح كلامك. الان انا ممكن اجي هنا ايش اعمل؟ طلعوا معي هنا. الان زي ما حكت زميلتكم حنيجي نعمل وير، هي بالطريقه هذه اللي هو الريبورت
العمود هذاك اللي احنا شفناه ريبورت 2 يعني مين المدير، هل اكتب له يساوي فراغ؟ بينفع هيك؟ مش هينفع. عارفين ليش؟ لانه انا بدور على مين يا صبايا؟ بدور على القيمه النل، مش هذا المدير، انا بدي ادور على الحقل هذا اللي بيكون نل. طب هل النل هي تساوي فراغ؟ احنا قلنا لا، لا تساوي الفراغ، لانه طلعوا بدليل ايش جاب لي؟ ولا حاجه، فاضي. طب هل هي تساوي مسافه فاضيه زي هيك؟ تعال نطلع كمان، برضو لا، هي كمان دليل انه هذه انه النل لا تساوي لا فراغ ولا مسافه فاضيه. طب ايش بتساوي هنا؟ بقول لي لا، في حاجه ثانيه ايش بنبحث عنها؟ طلعوا النل بالذات، كيف بندور عليها؟ بنقول له از نل. از نل يعني تساوي النل. برضو بينفعش نكتب تساوي نل هيك بالطريقه هذه، لا يجوز، هذا غلط. طلعوا كيف؟ هاي اكزكيوت، ايش قال لي؟ قال لي في عندك مشكلة أنت هنا. أجا قال لي في عندك مشكلة. بالرغم من أنه طلعوا لنا فت الجملة، طب ما هي مكتوب هنا نل يا جماعة، شايفين؟ هذا لا يا جماعة، مش مكتوب في الداتابيز نل. ولكن البرنامج اللي هو المانجمنت ستوديو، الـ SQL مانجمنت ستوديو، هو اللي راح أظهر بدل النل كلمة نل، بس عشان يوضح لنا إياها. واضح؟ ولا هي في الداتابيز هي مش مخزنة نل. حتى لو شلت هذولا، لو قلت له يساوي نل، كمان هيك غلط. طلعوا كيف يا جماعة؟ أعطاني فاضي. الان طب كيف ادور على النل انا يا جماعه رغم انه في نل؟ لاحظوا هذه ما زبطتش معي. الان بقول لي بدك تستعمل از نل. از نل واضح بالطريقه هذه. الان اكزكيوت، هيو مين جاب لي؟ جاب لي الموظف رقم 2. هيو ايش قال لي؟ اللي هو ملوش مدير، معناته هذا ايش؟ هذا هو مدير الشركه. يبقى لما اقول لك اعطيني بيانات مدير الشركه، بدنا نعتمد على مين؟ على الحقل اللي هو اسمه ايش؟ ريبورت 2. يعني مين مديره؟ ريبورت 2 يعني مين مديرك؟ ريبورت 2. طيب لو قلت لك اعطيني كل الموظفين اللي مش مدراء، يعني مش رئيس الشركه هم، شو بنعمل يا جماعه؟ عكس هذه. كيف نعكس هذه؟ هيها نفس الشيء ولكن حنعكسها. الان باجي بقول له از نوت نل، نفيتها. انا قلت له از نل يعني كان حكيته تساوي نل. انا قلت له از نوت نل يعني الموظفين اللي مش مدراء، اللي هم مش مدير الشركه. كم واحد اعطاني؟ هيهم كلهم، تعالوا هنا طلعوا، كل واحد له مدير مدير مدير، هذول كلهم مش مدراء، لا يعتبروا مدراء. واضح يا جماعه؟ واضحه هذه؟ طيب برضه في مثال ثاني، يعني لو اجينا لاحظنا هنا لو رحنا على الريجون، طلعوا في الريجون في نل كثير هنا. هذولا شو معناته؟ وين المنطقة اللي ساكنين فيها الموظفين؟ الآن لو أجا المدير مثلا طلب منكم تقرير، قال لكم أعطيني كل بيانات الموظفين اللي المنطقة